دجاج بصوص الرمان، انا جايباها كلها وراك. الوراك بتبقى اطرى وانعم، بس ممكن نعمل ميكس ما بين الوراك والصدور لو انتوا عايزين. وعندنا كمان ملح وفلفل، بهارات من الفراخ وزعفران وعصير ليمون، بصل مفروم، رمان ودبس رمان، كمان عصير رمان لون طعام احمر لو انتوا حابين. وهنزوق بالرمان. الحاجه الوحيده اللي ممكن نستغنى عنها هو اللون، يعني لو انتوا مش عايزين تحطوا لون بس بيدي شكل الفراخ شكلها لطيف. خلاص، طيب اول حاجه هبتدي ان انا هحط كميه زيت كده وهتبله بالملح والفلفل وبعدين البصله، فلفل اسود وملح. بعدين هحط الوراك، مش عايزاها متحمره قوي، انا عايزاها ايه مستويه. احط بس البصله الاول وبعدين ايه وبهارات الفراخ كمان. البصل لما بيتقلب بالتوابل كده بيبقى ليه طعم مختلف، وممكن نزود زبده لو انتوا كمان حابين. بقى النهارده بيبقى فيه كده وصفات حلوه بالسمنه والزبده عشان الفطار. بس انا هحط الزبده ايه في الاخر خالص. ماشي، طيب احط بقى الزعفران، هتشوفوا بقى هيلولي الفراخ ازاي ولون من الالوان الطبيعيه، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو قوي للفراخ. هنقلب كده، ابتدي بقى احط ايه الوراك، اوزع بس البصل كويس. الفراخ طبعا بتتغسل كويس قوي بالدقيق والميه وحبه الملح، وبعد كده ممكن لو عندنا ليمون بقشره كده نفركه فيها، بتطهرها كويس قوي. وممكن لو مفيش ليمون ايه شويه خل، بس هو الدقيق والميه والملح والليمون بصراحه مهمين جدا عشان الفراخ تبقى ايه حلوه كده وريحتها حلوه. طيب هرش رشه فلفل اسود، تتبلها حلو مع رشة ملح، وابتدي ايه ارش رشة الليمون على كل ورك كده. ما احطش كل الكمية دي دلوقتي، انا مش عايزاها متحمرة، انا عايزاها مستوية. شايفين اللون حلو ازاي؟ اصلا لون الزعفران ده بيخلي الاكل صراحة مغري وبيدي ريحة حلوة قوي للفراخ. يلا طبعا عصير الرمان هنا فريش ومفيهوش سكر خالص، يعني بيجيب الرمان نضربه في الخلاط وبعد كده نصفيه بالمصفى عشان ما يبقاش فيه اي ايه بذور. هحط هنا بس معلقتين كده من دبس الرمان، بس معلقتين كده في الصوص ده، عشان دبس الرمان ده ايه هنستخدمه في حاجة تانية بعدين.